جينا تلبية للنداء ديال التنسيق الوطني بخصوص الرفض ديالنا للنظام الأساسي اللي الحكومة لحد الآن ما بغاتش تراجع عليه، ولحد الآن ما بغاتش تحاور مع التنسيق اللي كيمثلنا نحن، التنسيقية اللي كيمثل الأساتذة، والحكومة الآن كتحاور مع نقابات لا تمثل الآن لا تمثل الشغيلة التعليمية. داكشي علاش حنا جينا اليوم كنوصلوا الصوت ديالنا ان هاد الحلول اللي خرجت بها اللي هي حلول ترقيعيه اللي خرجت بها الوزاره ديالنا راه هي حلول غير مجديه نهائيا، تجميد كلمه غير قانونيه ما كايناش اصلا في القانون. راه حنا كنطلبوا الصحه ديال القانون، هما ما داروش الصحه ديال القانون، ما داروش الالغاء ديالو، داروا التجميد، هي كلمه اللي ما عندها حتى معنى. لحد الان باقيين خدامين بالنظام الاساسي اللي حنا اصلا كنرفضوا على قبل وخرجنا. حنا اول حاجه اللي خرجتنا هنا دابا للشارع هو النظام الاساسي، وجينا دابا حنا لطنجه هنايا كما قلت لك تلبيه للنداء ديال التنسيق الوطني، درنا انزال قطبي في مدينه طنجه. جينا لمدينة طنجة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين التنسيقيات بحيث يكون الاحتجاجات على شكل أقطاب، أربعة أقطاب، وجينا كما هو معروف وكيعرفوا الشعب المغربي قاطبة على الاحتجاج على مآلات النظام الأساسي الجديد، النظام المآسي اللي كنا كنتسناو جميعا أنه غادي يزيد بنا خطوة إلى الأمام، يحسن الأوضاع ديال الشغيلة التعليمية، فإذا بنا نفاجأ به بأنه يعني نكسة إلى الوراء، يعني دار تحت الأقدام ديالهم جميع الاستحقاقات. وعلى مطالبتنا الواضحة بضرورة سحب النظام الأساسي، النظام المآسي، وضرورة الرفع من الأجور، وضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين، وحل جميع الملفات العالقة. هذا هو الملف المطلبي ديالنا التي لقى تماطل، يعني حوار لمدة سنتين على الملف من قبل. جلس مع الناس ديال التيك توك، وجلس مع الناس ديال الفيسبوك، وجلس مع الناس ديال المواقع التواصل كاملة، وجلس مع اللي عنده قناة عنده غير بعض المشاهدين جلس معاه، وفاش وصلنا الملف اللي هو حساس اللي هو ملف الأمة كنلقاوه تيرفض أنه يجلس مع التنسيقيات أو اللي تجلس معاه بشروط، يجيو متفرجين مع النقابات، في الوقت اللي حنا فقدنا الثقة في النقابات، لأن سنتين وأنت قالته في الأخر ترجع لي بخفي حنيه، شي ما قديناه. النداء ديال الكرامه وجينا نجسدوا المسيره ديال الاقطاب اللي كاينه في مدينه طنجه، مطالبين باسقاط النظام الاساسي الجديد واحقاق الكرامه للنساء والرجال ديال التعليم. اليوم محد الحكومه والوزاره مستمرين في التعنت ديالهم، مستمرين بالاجابه بالرفض ديالهم لتلبيه المطالب الاساسيه اليوم اللي خرج من اجلها نساء ورجال التعليم، واللي كتمثل في اسقاط النظام الاساسي الجديد والزياده في الاجور واسقاط التعاقد واحقاق الكرامه الكامله. احنا مستمرين في اشكالنا النضاليه الى ان يتم اسقاط هذا النظام الاساسي. صراحه اليوم التعنت ديال الوزاره كيبين لنا بالملموس بانها ما باغاش تحسن الوضعيه ديال المدرسه العموميه اليوم في المغرب، والتجويد اللي والشعارات ديال التجويد اللي كتنادي بهم الحكومه والوزاره، واللي كتقبل بهم الوزاره، واللي كتبجح بهم اليوم الوزاره والحكومه. اليوم نحن هنا بطنجه في المسيره القطبيه اللي تتواجدوا بها عده مدن من الشمال ومن الوسط من اجل مطلب واحد، وهو اسقاط النظام الاساسي المشؤوم الذي لا يمت باي علاقه وباي صله للتعليم والاستاذ. هو نظام وضع بشكل فوقي سلطوي ولم يقم باشراك الاستاذ. نحن الان ندخل في الاسبوع الثامن من النضال، وهذا وصمه عار على جبين الدوله، على وجبين الوزاره، ان وزاره تستحي زهاء 9 ملايين تلميذ خارج مقاعد الدرس، والاساتذه في الشوارع وفي الميادين دون استجابه ودون
تقديم اي استجابه، اي استجابه عادله. نقولها ونكررها، نحن كاساتذه لسنا هو اضرابات، نؤمن تمام الايمان بان مكاننا هو في حجرات الدرس، ولكن لن نعود لحجرات الدرس الا بعد اعاده الكرامه واعاده المكانه الاعتباريه لرجل التعليم المكانه التي يستحقها. استاذ مع عضو المجلس الوطني التنسيقيه الوطنيه المقصيه والمقصيات خارج السلم فرع الحسيمه، جينا هذا النهار لطنجه كقطب وطني باش نعبروا على الرفض ديالنا النظام الاساسي جمله وتفصيلا، وباش نقولوا للمسؤولين باللي احنا مستعدين نرجعوا الغدا الخدمه ديالنا من اجل انقاذ المدرسه العموميه شريطه سحب النظام الاساسي والاقرار بحق المقصيين والمقصيات من خارج السلم بمفعول رجعي ومالي ابتداء من 26 ابريل 2011. احنا كنحمل المسؤوليه كامل، المسؤوليه للحكومه في توقيف المرفق العمومي اللي هي المدرسه العموميه، هذه المدرسه اللي احنا كلنا خريجين لها، وهذه المدرسه اللي احنا كل شيء كنخدموا باش توصل المستوى الرياده اللي كيهضروا بها كشعارات. تحيه استاذيه للغزه الابيه.